للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا بك معنا. سمعنا تصريحات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي وأيضا تابعنا مقابلة جيروم باول التلفزيونية حيث قال أن هناك حاجة إلى مزيد من البراهين على تراجع التضخم بصورة مستدامة لخفض أسعار الفائدة. لعل السؤال الأبرز، متى سيخفض الفيدرالي الفائدة وبكم نقطة أساس هذا العام؟ مساء الخير ريما، شكرا للاستضافة. نعم ريما، كنت قد ذكرت سابقا مع بداية تسعير الأسواق لتخفيض أسعار الفائدة، كنت قد ذكرت بأن الأسواق قد تكون بالغت بالنسبة للتسعير، نظرا لأن الأرقام الاقتصادية لا تدعم ذلك أبدا. الفيدرالي الأمريكي يتجه دائما عندما تتجه البيانات الاقتصادية بمنحنى يجبره لتغيير دورة السياسة النقدية. المعطيات بشكل كامل هي أن الفيدرالي الأمريكي سيستبعد شهر 3 سواء كانت من آخر أدلة الموجودة اللي هي 3 أدلة من القرار الفيدرالي الأمريكي الأخير الكونفرنس أو المؤتمر الصحفي لجيروم باول، ثم بيانات الوظائف الأمريكية الممتازة جدا، وحتى تم مراجعة أرقام الوظائف الأخيرة للشهر الماضي بشكل إيجابي، وحتى التصريحات جيروم باول في المقابلة التلفزيونية كان قد ذكر بأن يحتاج الثقة للبيانات الاقتصادية. بكل تأكيد البيانات الاقتصادية الأخيرة قد تكون لديها منعرج ريما بالنسبة للبيانات الاقتصادية بأن لا يكون هناك تغيير. التضخم لا يزال عن مستويات مرتفعة بعيد عن المستهدفات الفيدرالي الأمريكي، النمو الاقتصادي 3.3%، جميع المعطيات حتى سوق العمل عند مستويات لحتى الآن جيدة جدا مقارنة بفترة كوفيد-19، لذلك المعطيات للبيانات الاقتصادية داعمة بأن لا يكون هناك تحرك غير محتمل كما ذكر جيروم باول. على ما أعتقد هي قد تكون تلطيف بعض الشيء بالنسبة، أن هي غير محتملة بشكل كامل أن يكون هناك أي تغيير في شهر 3. بالنسبة لمتى سوف يغير الفيدرالي الأمريكي، على ما أعتقد أن شهر 5 إلى شهر 6 سوف تكون أيضا مسألة صعبة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي للتحرك، نظرا لأن أرقام التضخم سوف تستثني جميع القراءات المرتفعة، قراءات 6% إلى 4%، سوف نحصل على 12 قراءة للأساس السنوي وهي أدناها 3% وأعلاها 3.7%، فبالتالي الفيدرالي الأمريكي قد يكون أمام منعطف صعب لتغيير أسعار الفائدة، خاصة بأن تضخم الخدمات لا يزال أيضا راسخ في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إذا ما أردت أن أكون متفائل جدا، قد تكون شهر 6 هي أول عملية تخفيض أسعار فائدة، قد تكون 75 نقطة أساس هي المجمل في عام 2024 لتخفيض أسعار الفائدة، فيما لو لم نجد هناك أي تغييرات اقتصادية بشكل كامل أو تغيير جذري بالنسبة للحالة الاقتصادية. خلينا نروح على موضوع نيويورك كوميونيتي بانك كورب والمخاوف المتعلقة بالقطاع العقاري التجاري في الولايات المتحدة، الذي انتقل أيضا إلى ألمانيا إلى بنك لديه انكشاف على العقارات التجارية هناك. إلى أي مدى يمكن احتواء هذه المشكلة برأيك؟ صعب جدا احتواء المشكلة ريما، عندما ننظر إلى تكاليف الاقتراض، تكاليف الاقتراض مرتفعة جدا، هي ما أثرت بشكل كبير. تكاليف اقتراض مرتفعة يعني تعرض الأفراد، تعرض الشركات العقارات التجارية، تعرض البنوك المقرضة، فبكل تأكيد هي حلقة صعبة جدا. الهروب منها قد يكون الفيدرالي الأمريكي هو أكبر دليل في بيانه الأخير، تم حذف من البيان الفيدرالي أن البنوك مرنة في البيان الأخير، فبالتالي بعض مخاوف. صحيح جانت يلن أعطت بعض التفاؤل بأنها الأزمة manageable بالنسبة لنيويورك كوميونيتي، لكن على ما أعتقد بأن عدوى البنوك قد تنتشر في الفترة القادمة بشكل أكبر. عندما ننظر نيويورك كوميونيتي ثم رأينا الدوتشي بانك فاند بريف بانك من ألمانيا، ثم رأينا أوزونا من اليابان، ثم أيضا هناك أيضا بعض الشركات السويسرية الصغيرة، جميعها ريما العامل المشترك هي العقارات، فبالتالي عندما نجد إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد تكون هي المهرب الأساسي، فلذلك هي قد تكون البلاك سوان أو البجعة السوداء بالنسبة للحالة الاقتصادية بالنسبة للفترة القادمة. البجعة السوداء هنا ما أقصده أو البلاك سوان هي حالة اقتصادية سريعة، حالة اقتصادية غير متوقعة في الأسواق تغير إمكانية التحركات الاقتصادية في السياسة النقدية. ففيما لو وجدنا العدوى تنتشر بشكل أكبر قد تغير تحركات البنوك المركزية، لكن لحتى الآن
كما ذكرت جانيت يلين هي مانجر بل هي قادرة على السيطرة بأن تداعيات فردية أو بنوك فردية قد لا تغير بشكل كبير عن دورة السياسة النقدية بالنسبة للبنوك. الـ S&P 500 يقترب من حاجز 5000 نقطة. عم نشوف ريسك رالي في الأسواق مع العلم أن السوق عم بيسعر تخفيضات أقل لهذا العام والتخفيض لن يكون على المدى القريب. لماذا؟ هل التركيز أكثر على المايكرو عم بيكون؟ قد تكون هي الأرقام الأخيرة بالنسبة للإيرنينجز بالنسبة للأرباح لم تكن كما كانت تتوقع الأسواق أو كما تريد الأسواق. الفورورد جايدنس حتى التوجيهات المستقبلية توجيهات بعض الشيء سلبية. فقدان المصداقية بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بالنسبة لما تعتقده الأسواق وما يعتقده الفيدرالي الأمريكي قد تكون هي داعم أساسي بالنسبة لتحركات الأسهم. عندما ننظر إلى سلة الأسهم ريما ما يحمل الأسهم بس تخفيض الفائدة priced out حالياً. برايس أوت مش بشكل كامل ريما، هو لحتى الآن لا يزال هناك بعض الاعتقاد بأن الفيدرال الأمريكي سيتجه بشكل أكيد في عام 2024، لا يزال هناك في حالة من التفاؤل بالنسبة للأسواق. حتى ريما عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية، الأرقام سوق العمل عندما تكون أرقام سوق العمل مميزة جدا وممتازة جدا تعطي داعم أساسي بالنسبة للاعتقاد بأن هناك رالي آخر بالنسبة لأسواق الأسهم. يعني هل فينا نقول الآن أن الأخبار الجيدة أصبحت وعادت لتكون أخبار جيدة؟ قبل كان العكس 100%. 100% الأرقام الجيدة هي أرقام جيدة بالنسبة لأسواق الأسهم. نعم النمو الاقتصادي 3.3% فهو أعطى إشارات بأنه هناك ربحية، هناك إمكانية للمضي قدما بالنسبة للأسهم. ما يقلقني فقط هنا ريما أنه سلة الأسهم الصغيرة أو القليلة هي ما تحمل أسواق الأسهم. عندما ننظر إلى التك أو حتى الاتصالات هم اللي عم بيحملوا المؤشرات الأمريكية في الفترة الأخيرة، فبالتالي أي عملية جني أرباح أو عملية كوركشن بالنسبة للقطاعين قد تكون هي نزيف بالنسبة للمؤشرات في الفترة القادمة. لكن لحتى الآن المعطيات بشكل عام هي تدعو إلى التفاؤل ريم. طيب الدولار استمد قوته من تقرير الوظائف نهار الجمعة وموضوع تخفيض الفائدة priced out، يعني عم بتحدث أنه لن يكون بمارس، لن يكون بوقت قريب، فعم نحكي higher for longer. فهل عام 2024 سيكون أيضا عام الدولار؟ يمكن ريما دولار كينج في العادة، يعني حتى في فترة عدم اليقين أو الاضطرابات نجد أن الدولار الأمريكي يستمد قوته. ما يقلقني فقط هنا بالنسبة لحركة الدولار الأمريكي أو إمكانية التداول بشكل عرضي لشهر 2 الشهر الحالي هو عدم اليقين، حالة عدم اليقين. عندما يكون هناك حالة عدم يقين بالنسبة للأسواق، توترات الجيوسياسية بشكل عام أيضا، هنا أقصد عدم اليقين طبعا بالنسبة للحالة الاقتصادية بالنسبة للتحركات، فعندما يكون هناك حالة عدم يقين قد تؤثر على الأسواق بتحركات بشكل عرضي. فلذلك مستويات مؤشر دولار اندكس بين 252 الى مستويات 104 قد تكون مستويات جاذبه بالنسبه للتحركات العرضيه بالنسبه للدولار الامريكي، لكن بشكل عام على ما اعتقد هو قد تكون عام بشكل جيد بالنسبه لتحركات الدولار الامريكي، قد تكون تداولات ايجابيه. نعم نعم أحمد شكرا جزيلا لك. لم يتسنى لنا الوقت التحدث عن ما جرى في الصين وتغيير رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين. على كل مرة أخرى أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكوتي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.